حالة الخوف والترقب إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله دفعت بالعديد من شركات الطيران العالمية لإلغاء أو تأخير رحلاتها من وإلى مطار بيروت الدولي. أول تلك الشركات هي شركة طيران الشرق الأوسط، وقالت الشركة الأحد إنها أرجأت إقلاع بعض رحلاتها التي من المقرر وصولها إلى بيروت ليلاً في نفس اليوم. وبررت الشركة اللبنانية خطوتها تلك بمخاطر التأمين التي قد تترتب على تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله. ولاحقا حذت شركات طيران العالمية حذو الشركة اللبنانية، حيث علقت مجموعة لوفت هانزا الألمانية رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 5 أغسطس المقبل. وأضافت الشركة أن الرحلات الجوية التابعة للمجموعة كالخطوط الجوية الدولية السويسرية ويورو وينجز جرى تعليقها كإجراء احترازي. بدورها علقت شركتا الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس وترانسافيا رحلاتهما إلى بيروت الاثنين والثلاثاء بسبب الوضع الأمني في البلد. وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إنها تراقب الوضع في لبنان لحظة بلحظة، وهو نفس الإجراء الذي اتخذته الخطوط الملكية الأردنية، والتي أيضا أعلنت تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. شاشات عرض المعلومات في مطار بيروت الدولي أظهرت أيضا إلغاء رحلتين للخطوط الجوية التركية الليلة الماضية، كما ألغت كل من شركة طيران سان إكسبرس وشركة إيجيبت التابعة للخطوط الجوية التركية أو إيجي جت عفوا وشركة طيران إيجا اليونانية والخطوط الجوية الإثيوبية رحلات كان من المقرر وصولها إلى بيروت اليوم الاثنين. وأيضا مطار بيروت الدولي هو المطار الوحيد في لبنان، وكان قد استهدف في حروب سابقة مع إسرائيل، منها آخر حرب دارت بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.